موقع كوت اوف سايد الانجليزي قال بازل بيوافق على عرض ليفربول المقدر ب 9 مليون استرليني وشرط في العقد بيرفع السعر ل 12 مليون. خدوا بالكم الموقع ممكن يكون اخباره شويه مش دقيقه بنسبه 100%، ولكن احنا بننشر لكم كل ما يتعلق بنجومنا المحترفين في الخارج. صحيفة الديلي ميل البريطانية، سي والكوت مهاجم أرسنال بيستفز جماهير توتنهام بحركة مثيرة بعد ما فازوا بنتيجة 2-0، خرج عمل لهم كده الناس حدفوه بالولاعات والعملات المعدنية. سكاي سبورتس البريطانية، سولشاير سعيد بتحقيق أول فوز له كمدير فني مع كاردف سيتي على حساب نيوكاسل يونايتد. ومن الفيفا، وفاة أسطورة كرة القدم البرتغالية إيزيبيو عن عمر يناهز 71 عام. ماركا الإسبانية، عودة الخائن لويس إنريكي إلى ريال مدريد، المرة دي راجع كمدير فني الحقيقة لسلتا فيجو. موندو ديبورتيفو الإسبانية، فالديز يعود إلى برشلونة من جديد بعد غياب 47 يوم. الموقع الرسمي للدوري الألماني الممتاز البوندسليغا، رسميا روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند بيوقع لمدة 5 سنوات مع بايرن ميونخ. كالتشيو ميركاتو الإيطالية، كيسوكي هوندا ينضم رسميا إلى صفوف إي سي ميلان الإيطالي. وماتشو فوتبول البرتغالي، رايو افي يتأهل إلى دور الثمانية من كأس البرتغال بعد فوزه على فيتوريا سيتوبال بهدف نظيف. المهاجم المصري أحمد حسن كوكا شارك مع فريقه في المباراة بالكامل وقدم أداء جيد، ولكنه لم يسجل وصنع أكثر من فرصة. وموندو ديبورتيفو، ميسي خارج قائمة برشلونة أمام إليتش في الليجا. جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، جارسيا مدرب روما، نحن في تورينو للفوز على اليوفي كما نفعل دائما. وأخيرا من الفيفا، لاتسيو يقيل مدربه بيتكوفيتش بسبب صفقة انتقاله لتدريب منتخب سويسرا.